احتفالاً بعيد الفطر المبارك، دشنت فعالية مهرجان عدر النصر بمديرية المعلى في محافظة عدن جنوبي اليمن، حيث توافد مئات المواطنين إلى حديقة البراعم محل إقامة الحفل الذي تخلله عدد من العروض الغنائية والموسيقية والاستعراضية. الناس مبسوطة، وعدن إن شاء الله استرجاع عدن الابتسامة واسترجاع عدن الفرحة، والعوائل زي ما أنتم شايفين في داخل الحديقة وفي داخل المسرح، مسرح حديقة البراعم، إقبال كبير من العوائل. وأشار مدير حديقة البراعم خالد يحيى إلى أن الإقبال على الحفل كان واسعا، حيث امتلأت الحديقة بالأسر والأطفال للمشاركة في فعاليات المهرجان الذي جاء في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد. حفل روعة ممتاز جدا، في تفاعل من قبل الناس، ويتميز بحماس الناس بهذه الفرحة بالعيد وبالنصر الثاني لتحرير عدن. كما عبر مشاركون في الحفل عن سعادتهم بالمهرجان، مشيرين إلى ضرورة الإكثار من تلك الفعاليات التي تدخل البهجة والسرور في نفوس اليمنيين، نظراً لما يعانيه الشعب اليمني بسبب الحرب الدائرة في اليمن.